فحص البي سي آر لطلاب وطالبات الثاني عشر وطلبة المنازل غير المحصنين بالتطعيم لسلامتهم وتوفير أقصى درجات الأمان والحماية الصحية أثناء إجراء الامتحانات. ذلك كله بالتعاون مع وزارة الصحة يومي الأحد والاثنين المقبلين من 8 صباحاً إلى 8 مساءً في عدد من المدارس بكل منطقة تعليمية. أيام من العمل المضني لوزارة التربية بجميع كوادرها لتجهيز مدارسها المعدة للاختبارات الثانوية، لتتبع بذلك أسلوب الامتحان المريح والآمن لطلبتها، وخاصة ضمن هذه الظروف التي فرضتها علينا جائحة كوفيد-19. منطقة العاصمة التعليمية كغيرها من المناطق التعليمية بدأت استعداداتها من مبكرا قبل تقريبا شهر ونصف. لدينا تقريبا 40 مدرسة ومركز للاختبارات الصف الثاني عشر لهذا العام. نحن جاهزون، وطبعا لدينا تواصل مباشر مع طلابنا، كذلك مع معلمينا، مع كذلك أولياء الأمور، وأطلعناهم على مقار اللجان، وكذلك وزعت لديهم أرقام الجلوس ومقار الاختبارات. والآن طبعا احنا مقبلون على إن شاء الله على بداية هذه الاختبارات، حريصين جدا على أن تمر هذه يعني المحطة لدى أبنائنا الطلاب، وهي محطة مهمة جدا في حياتهم، من خلال إن شاء الله أنهم إن شاء الله يحصلون على نسب ويعني يستكملون إن شاء الله دراساتهم العليا. مدرسة أحمد بشر الرومي هي مثال نموذجي لتجهيز هذه المدارس في منطقة العاصمة التعليمية، فقد تم تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية فيما يخص تحقيق التباعد الاجتماعي من بوابة المدرسة وحتى المقعد الامتحاني بخطوط ومسارات واضحة. قمنا بعمل لجان الاختبارات وفق هذه الاشتراطات الصحية من خلال التباعد الاجتماعي وتحقيق الاشتراطات الصحية وتعقيم بداية الاختبارات ونهاية الاختبارات للطلاب، وحرصت المدرسة على عمل فرق متخصصة لاستقبال طلابنا المتعلمين من دخولهم للمدرسة حتى خروجهم من المدرسة.